طبعا أعتقد أن التقارير الدولية والبيانات التي تصدر من المنظمات الدولية لها تأثير دولي أكثر من تأثير داخلي في البحرين، ولكن يعني في بعض الأحيان مثل هذه التقارير أو حتى مثل هذه البيانات أو حتى الأخبار التي تنشر عن البحرين في الخارج لها بعض التأثير في البحرين على بعض القضايا، وهي قضايا محددة مثل قضايا الأطفال أو قضايا شخصية معروفة معينة أو قضية مستجدة في البحرين لم تحصل من قبل. ولكن على العموم أعتقد أن يعني البحرين بحاجة إلى تعديل في القوانين وتعديل في السياسة حتى نستطيع أن نخرج من هذا المأزق، وما تقوم به المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان وجميع أجهزة الأمم المتحدة والقنوات الخارجية هو عمل يهدف إلى تشجيع سياسة الديمقراطية في البحرين والسير نحو مستقبل أفضل للبحرين، وهو ما يعني وهو القليل الذي تستطيع أن تقوم به مثل هذه المنظمات والجهات. في اعتقادي أن التقرير سلط الضوء على المحاكم البحرينية والأحكام التي صدرت بحق العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة والتي تخص قمع حرية التعبير لدى الكثير من الناس الذين حكموا فقط لتعبيرهم عن رأيهم ضد الحكومة أو ضد شخصيات من العائلة الحاكمة، وهذا يعني مؤشر جيد يؤدي إلى بيان وضع البحرين في لدى الخارج وما وصلنا به في البحرين من سيء إلى أسوأ في المحاكم. أعتقد بأننا نحن كمحامون في الآونة الأخيرة قد اعتدنا على أحكام الإعدام وأحكام الأحكام المغلظة كحكم ماهر الخباز وكالأحكام المغلظة ضد مثلا رضا الغسرة وما يواجهها من أحكام عديدة و طالب علي والعديد من المواطنين البحرينيين الذين اعتدنا في الآونة الأخيرة على سماع مثل هذه الأحكام في المحاكم، وهو ليس من الشيء الطبيعي ولا من المفروض أن نكون معتادين على سماع مثل هذه الأحكام، ولكن هذا هو الواقع البحريني في هذه الأيام وما نستطيع أن نصفه من سيء إلى أسوأ.